مواقع التواصل تتفاعل مع تألق جوهرة برشلونة الجديدة. سان جيرمان يسحب قمصان مبابي من متاجره. ونجم مانشستر يونايتد الجديد يحقق حلم الطفولة. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من العربية رياضة. أهلا بكم. بعد ظهوره المميز مع برشلونة في كأس جوان غامبر، جذب اللاعب الإسباني من أصول مغربية لامين يامال أنظار عشاق كرة القدم والمتابعين، حيث تغنت أقوى الصفحات الرياضية على السوشيال ميديا بأدائه أمام توتنهام الإنجليزي وهو بعمره 16، حيث صنع هدفاً وساهم في تسجيل آخر. لامين شارك كبديل في المباراة وهو أحد خريجي أكاديمية لاماسيا التي أنجبت الكثير من الأساطير على غرار الثنائي ميسي وتشافي. لليوم الثالث على التوالي لا يزال كيليان مبابي مستبعدا من تدريبات الفريق الأول لنادي باريس سان جيرمان على خلفية الأزمة التي أثارها مع رئيس النادي في الصيف الحالي. ونشر حساب سان جيرمان على إنستغرام صورا للتدريبات اليومية التي غاب عنها النجم الفرنسي منذ عودة الفريق من اليابان، ويتدرب مبابي مع فريق الشباب في انتظار حل لهذه الأزمة إما برحيله عن الفريق أو تجديد عقده الحالي. وخارج ملعب حديقة الأمراء سحبت الإدارة أيضا قمصان مبابي من متجر النادي في إشارة قوية لخروجه من العاصمة الفرنسية. وخلت اليوم محلات سان جيرمان في فرنسا من القميص رقم 7 بخطوة جديدة تعقب إزالة صورة كيليان أيضا من الصورة الجدارية الموضوعة خارج بارك دي برانس، كما أزيلت أيضا صورة البرازيلي نيمار الذي طلب هو الآخر مغادرة الفريق. بعد عدة أيام من توقيع الدنماركي هويلاند مع مانشستر يونايتد قادما من أتلانتا الإيطالي، انتشرت صور للنجم الشاب وهو صغير يرتدي قميص مانشستر يونايتد. ليس هذا فقط، بل شارك اللاعب البالغ من العمر 20 عاما صورة لورقة كتب عليها أحلامه عندما كان صغيرا، ومن بينها أن يصبح لاعبا لنادي مانشستر يونايتد ولمنتخب الدنمارك.